يومك طويل، المواقف البايخة كتير، كبر دماغك مع 7 أب. شكله هو عنده قدرة غريبة يعني. واضح ان هو كان تعبان وشفته طويل عليه. والله ابتديت امشي معاه واحدة واحدة. في حاجة غريبة يا عم كده. بدأنا نحس ان في حاجة مش مظبوطة يعني. حاجة غريبة حصلت. رفيع كده صغير يعني. مسمسم وحالق ده. جميل. دماغه في حتة تانية. قاصد يعمل كده ولا ذكرت سمكة. كنت متعاطف معاه في الأول شوية. أقول له عايز عصير. لا. شاي وقهوة. طيب يعني هي دي مشكلة في المكان أو حاجة؟ طب هنمشي. لا تمشوش. لازم تفضلوا. هنطلب لكم حاجة. مساء الخير يا فندم. شرفتوني يا فندم. زيت مية وواحد قهوة. نعم؟ عايزه شيشه فوق؟ طب خلاص. طب معلش هراجع الاوردر بس بسرعه. شيشه جوافه وبطيخ كريز. شيشه كريز. بص معلش وشيشه تفاح صح. بص هو الاوردر ايه؟ بص سيب الشيشه، مش عايزين شيشه دلوقتي. قهوه زياده. لا ساده. كفته شاي. لحظه بس هنقول الاوردر ده. اوكي تحت امر حضرتك. انا براجع بس مع حضرتك. حضرتك عايز تكتب صح؟ لا قهوه. أهوة. طب انت معاك حاجه تكتب فيها؟ طيب لا انا بحفظ يا فندم. لا مش باين انت بتحفظ. هو ثالث مره نعيد الاوردر وانت ستيل برضه مش فاهم. شيشه فوق شيشه كريز ومانجا كابتشينو حجر عادي. لا فرابوتشينو ده يفرق يا فندم. لا حد غيرك. لا ليه؟ حد غيرك. انت عندك مشكله في السمع. حضرتك انا فاكر فاهيتا واحد ايه فراوله واللي ورايا فراوله. انا اول مره بصيبه كده. طب معلش اخر مره بس. في كام اخر مره؟ ادخل ايدي. هو ايه المشكله؟ طب اي حد مدير ولا اي حد بس. انا مدير المطعم. انا جايب نفسي في الاوردر بس. بيف برجر وبيبسي. ممكن تقولها تاني؟ يعني انت هتقول الاوردر تاني. كوفي اند شوجر. لا كوفي ووتر. يس تي شاي بس. تمام عيدوا بقى كده تاني. حضرتك تشيكن بانيه بيتزا بيبروني. لا اله الا الله. في ايه؟ هو ده البروتوكول بتاع المكان؟ انتوا بتنسوا. هو الاوردر صعب. عليكم تلاته. اوكي ليتس جو. ثواني بس فنن. طب قول لي بس الاوردر تاني يا فندم. كوفي اند ووتر. از ات ديفيكلت؟ شوف اكتر واحد كبر دماغه مع 7 اب. مساء الخير. تحت امر حضرتك. ممكن كوكا فرابيه. ما هي دي الشوكولاته اللي حضرتك قلتها لي. قهوه عليها شوكولاته وتلج. ما دي لسه جديده. انا بقالي اسبوعين. انا عايز ابل كيوي. طب انا عارف الموكا فرابي هيعرف ايه هو الابل كيوي. هتمثل. طيب ماشي. عايز عصير برتقال. طب حضرتك عايزين الاكل قبل الشوربه ولا بعد الشوربه؟ النص. هو واضح ان انا طلبت اكل ومش واخد بالي. هرجع بس مره اخيره. قهوه زياده. عصير بطيخ. بيبسي. استاذنك ثواني بس اجيب حد تاني. اتفضل تمام. انا بنفسك الدور ده. انا عايز بطيخ. حضرتك انا هاخد بطيخ. بطيخ باللبن. بطيخ باللبن. طيب يبقى 14 بالظبط. سكر زياده ثاني. وعايز شيشه شاليمون بدل اللي عايز شاليمون. طب خلاص يبقى بطيخ قهوه ساده. لا عصير قصب. عصير قصب. قصب. وحضرتك اللي تجيبه. بص 4 موكا باللبن. 4 بطيخ باللبن. صح بس صح. كده صح. هو ده شيشه فراوله وبشوات 4-7. 4-7 دايت. طيب شد الكرسي وقعد. عايزين نسيك على طول بجد والله. نرجع بس على الاوردر تاني معلش مره. حاجات بتفرقع والنار بتطلع من حتت غريبه. حسيت ان مره واحده الدنيا اتقلبت حواليا. بقالي فجاه لقيت الناس كلها بتلف. مع 7 أب وكسبت فاوتشر من فيرجن.